يميل أغلب الناس للمشروبات الساخنة بكثرة، فهناك من لا يستطيع أن يبدأ عمله ولا القيام بأي شيء قبل تناول كوب من هذه المشروبات، خصوصاً في فصل الشتاء، فهي تعطي الجسم طاقة وحيوية ليقاوم برودة الطقس، بالإضافة إلى مذاقها اللذيذ الذي يستهوي الجميع. والمشروبات الساخنة أنواع عديدة تحضر بطرق مختلفة، ومنها مشروب الشوكولاتة الساخنة. يعتبر مشروب الشوكولاتة الساخنة من المشروبات التي تعطي الصحة للعقل والجسم، فهو مصنوع من الكاكاو والحليب وله مذاق لذيذ. ولمشروب الشوكولاتة الساخنة فوائد عديدة، حيث يحتوي على مادة الكاكاو على البروتينات والكربوهيدرات والمعادن، إلى جانب أنه يحتوي على مادة الكافيين المنبهة وعلى مادة الفلافينول المضادة للالتهابات والأكسدة. ويعمل هذا المشروب على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم وزيادة نسبة الكوليسترول النافع، ويعمل على خفض وضبط مستوى السكر في الدم. يعد مشروب الشوكولاتة الساخنة من المشروبات اللذيذة سهلة التحضير، فهي غنية بالعناصر الغذائية اللازمة لجسم الإنسان، لأنها تحتوي على مجموعة مميزة من المعادن كالحديد والزنك والكالسيوم والمغنيسيوم والفسفور والكبريت، بالإضافة إلى أنها تقدم عادة إلى جانب الحلويات المختلفة.